بعد عودة انقطاع الكهرباء من جديد برغم اقترابنا من فصل الشتاء وزيادة وقت القطع ليصبح ساعتين بدلا من ساعة واحدة، الجميع يتساءل ما الأسباب وإلى متى سيستمر الانقطاع؟ أسئلة كثيرة سنجيب عنها من خلال تغطيتنا الآن. تسبب زيادة مدة انقطاع الكهرباء في مصر إلى ساعتين قلق ودهشة المواطنين، خاصة أننا على أعتاب فصل الشتاء حيث تخف الأحمال بشكل طبيعي، وبدأت سلسلة من التساؤلات عن أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء وموعد انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال الخاصة بالكهرباء. وقد أصدرت الحكومة بياناً بشأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتباراً من السبت عبر المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء. وكشف بيان الحكومة عن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة كالرياح والطاقة الشمسية والمائية في نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق، ما أدى إلى اتخاذ قرار خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في ساعات معينة. قال المستشار سامح القشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه جرى اتخاذ قرار بتخفيف الأحمال بحيث تكون ساعتين متصلتين طبقاً لنفس المواعيد المعلن عنها من قبل بسبب توقف توريدات 800 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً من خارج مصر. وأضاف الخشن أنه من ضمن أسباب زيادة تخفيف أحمال الكهرباء انخفاض معدلات توليد الطاقة من المصادر المتجددة واستمرار ارتفاع الحرارة في هذا التوقيت من العام. وأشار المتحدث باسم رئاسة الوزراء إلى أن تخفيف الأحمال بدأ بفترة قصيرة وبعد إحداث التنسيق الداخلي جرى الإعلان فوراً عن هذه الخطة وإصدار بيان من مجلس الوزراء بشكل واضح وصريح، ولافتا إلى أنه مع انخفاض درجات الحرارة تنتهي خطة الأحمال وترجع الأمور لطبيعتها، مؤكداً أن خطة التحميل مؤقتة للغاية وستحل في وقت وجيز. وأوضح المستشار الخشن أنه لا يوجد تصدير غاز في الوقت الحالي وكل المنتج الحالي للاستخدام المحلي، لكن هناك عوامل تدخلت وضغطت على استهلاك الغاز الموجود وبالتالي تم اللجوء إلى هذا الإجراء. وأفاد الخشن بأن الزيادة في استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة مؤخراً جاء ذلك بالتزامن مع انخفاض الغاز المورد إلى مصر. وأكد الخشن أنه مع انخفاض درجات الحرارة تنتهي خطة الأحمال وترجع الأمور لطبيعتها، مشدداً على أن خطة التحميل مؤقتة للغاية وستحل في وقت وجيز. وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل زيادة أوقات تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعتين بعدما كانت ساعة واحدة فقط، موضحاً أن الأماكن المستثناة هي المنشآت الحيوية للدولة وأجهزتها والمنشآت الصحية والصناعية والسياحية. وأردف أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية حدثت أزمة طاقة كبيرة في العالم وأصابت الكثير من الدول، حتى أن البلدان الأوروبية بحثت عن مصادر بديلة للطاقة ولجأت لترشيد الاستهلاك بقرار سياسي وليس اقتصادي. وقال إن الدولة تتحمل 75% من فرق التكلفة الفعلية للطاقة والتي يدفعها المواطن، موضحا أنه لا توجد دولة في العالم تواجه تحديات ومخاطر على الحدود كمصر. وكشف بيان الحكومة عن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلتها في نفس الفترة من العام السابق،
والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة طبعاً كالرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية في نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق، ما أدى إلى اتخاذ قرار خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في ساعات معينة. وفي هذا الإطار أوضح المتحدث الرسمي أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر. وقال المتحدث الرسمي: حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن وعدم انقطاع الكهرباء، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت. انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، هذا ما قاله سامح الخشن ومنتظرين مرور هذه الأزمة. مشاهدينا، إلى هنا انتهت تغطيتنا، بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.